قد يعتبرها البعض مضيعة للوقت، وقد يراها الآباء ملهية لأبنائهم عن الدراسة، ولكن من منا لم يستمتع بممارسة الألعاب الإلكترونية أو ما يعرف بألعاب الفيديو في صغره؟ وفي الحقيقة عزيزي المشاهد، وعلى الرغم من بعض الدراسات التحذيرية التي تربط الألعاب الإلكترونية بالعنف أو السمنة، ولكن وفي المقابل فإن الأدلة تتزايد على أن بعض هذه الألعاب وبخاصة ألعاب السيارات قد تحسن بشكل كبير من المهارات العقلية لدى اللاعبين، حيث تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن هذه الألعاب تعزز الانتباه للمخاطر على الطريق، بل وتنمي القدرة أيضا على أداء عدة وظائف في نفس الوقت. واليوم اخترنا لك عزيزي المشاهد قائمة بأشهر 5 ألعاب سيارات، لابد أنك قد جربتها يوما أو سمعت بها على الأقل. ونبدأ من المركز 5 والأخير مع أحدث لعبة على قائمتنا اليوم، وهي لعبة فورزا التي صدرت عام 2005 والتي بلغ حجم مبيعاتها 16 مليون نسخة مباعة. وتنقسم هذه اللعبة إلى نسختين، نسخة فورزا موتور سبورت الأصلية ونسخة فورزا هورايزن التي ظهرت عام 2012. وحتى يومنا هذا أطلقت 9 إصدارات من النسختين، 6 من نسخة فورزا موتور سبورت و3 من نسخة فورزا هورايزن. أما أشهر هذه النسخ وأكثرها مبيعا فهي نسخة فورزا موتور سبورت 3 التي أصدرت عام 2009. أما المركز الرابع فتحتله لعبة ميدنايت كلاب، والتي سميت تيمنا بنادي ياباني للسباقات غير القانونية كان يحمل نفس الاسم، ونال شهرة عالمية في التسعينيات، حيث كان هذا النادي يقيم سباقات غير قانونية في منتصف الليل على طريق وانجن بين مدينتي طوكيو ويوكوهاما. وجاء الإصدار الأول من لعبة ميدنايت كلاب عام 2000، ولحقت به 3 إصدارات فقط، كان آخرها ميدنايت كلاب لوس أنجلوس الذي ظهر عام 2008. وخلال هذه الفترة القصيرة بيع من لعبة ميدنايت كلاب قرابة 18 مليون و500 ألف نسخة. وفي المركز الثالث وبحجم مبيعات بلغ قرابة 77 مليون نسخة لعبة جراند توريزمو، والتي تعرف اختصارا باسم جي تي. ولكن نلفت انتباهكم أعزائنا المشاهدين إلى أن عرب جي تي لا علاقة لها بهذه اللعبة، فالأمر ليس إلا تشابه أسماء. ومنذ إطلاقها في نهاية عام 1997 وحتى اليوم أصدرت سلسلة جراند توريزمو 6 إصدارات رئيسية بالإضافة إلى عدد من الإصدارات الفرعية. ومن المتوقع إصدار النسخة 7 جراند توريزمو سبورت في عام 2017. أما أشهر نسخة من لعبة جراند توريزمو والنسخة الأكثر مبيعا فكانت الإصدار الثالث جراند توريزمو 3 والذي صدر عام 2001. وفي المركز الثاني نجد لعبة الأطفال ماريو كارت. سلسلة ماريو كارت هي لعبة سباقات لمركبات الكارتينج، ظهرت النسخة الأولى منها عام 1992 لتحقق نجاحا هائلا بين النقاد والجمهور. ومنذ ذلك الحين سجلت ماريو كارت 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس، منها الرقم القياسي الأول لأول لعبة سباقات كارتينج في العالم. أما أكثر النسخ انتشارا فكانت نسخة ماريو كارت وي التي صدرت عام 2008، ونسخة ماريو كارت 7 التي صدرت عام 2011. وبيع من لعبة ماريو كارت بكافة إصداراتها ما يزيد على 100 مليون نسخة حتى يومنا هذا. أما المركز الأول على قائمتنا اليوم فتحتله لعبة السيارات الشهيرة نيد فور سبيد، حيث تعتبر سلسلة ألعاب نيد فور سبيد أنجح لعبة سيارات في العالم وواحدة من أنجح ألعاب الفيديو بشكل عام، مع حجم مبيعات تجاوز 150 مليون نسخة مباعة وفق آخر الإحصائيات. وظهرت هذه اللعبة للمرة الأولى عام 1994 تحت اسم The Need for Speed، حيث اقتبس اسم اللعبة من عبارة ظهرت في الفيلم السينمائي الشهير توب غان والذي نال شهرة واسعة، وقال النقاد أنه ساهم بشكل كبير في زيادة إقبال الشباب الأمريكي على الالتحاق بالجيش. وخلال هذه العقود طرحت اللعبة ما يزيد على 22 نسخة، كان أشهرها Need for Speed Underground والتي أطلقت عام 2003، ونسخة Most Wanted التي أطلقت عام 2005. أما النسخة الأخيرة من Need for Speed فأصدرت في أواخر عام 2015.
تعرفنا في هذه الحلقة من برنامج توب 5 على أشهر 5 ألعاب سيارات في العالم. إذا أعجبتك الحلقة فلا تنسى مشاركتها مع أصدقائك، ولا تنسى أن تخبرنا عن لعبتك المفضلة في خانة التعليقات المرفقة في الأسفل.